بديت تكربست بالتلقاوي وتكربست وجيت بزاف تكربست انا كبرتيتين. انا قلت الله يا ربي عليك من الحيين، انا والدي تفرقوا ماشي ماتوا، الوالد سرع الوالده وقلعني لي انا باقي الرضع وعطاني امو وكبرت مع عمامي. نهار درت 10 سنين قال لي يا عمي انت ما انتش خونا، راه امك مجوجه بالدوار الفلفاني وباك راه فينا هو مجوج. ولكن الوالد تزوج خاد واحد المراه الله يرحمه يولد معاها، والوالده مشات تزوجت مع واحد الراجل. مشيت عند امي ضربني راجلها، مشيت عند بوها ضربتني مرته. تسمى انا يتيم الحيين، انا يتيم ووالدي حيين. قلت الله يا ربي على يتيم الحيين، اشنو ذنبه واش دار مسكين؟ لا امي ما ترعاه ولا اب حنين، لا من يعرفو غيرك يا معين. تفرقوا والدي كل صد الجي وبقاو وحداني طايح الدين عليه. امو تفرقوا وباه يسمح فيه، يسمح متشرد لا من يسال عليه. امو تزوج وباه كذلك، على من يحوز ما بقى لي صديق، يبقى يتجروق حتى يخرج الزنديق، ولا يتعوج ما بقى لا شي ليق. الا زار باه مرت باه تعصي، تشد موت ضربوه بالمشاعر تكوي، ولا مشى عند امو راجل هيدحي، يضربوا وطردوا والكلاب عليه. بهذا التزوج تنق اللي يديروا بعضين، الشمل يتفرق والولاد مشردين، كل شيء يتفرق بالظلم والفتيان. هذا الامر يقلق بارك من المحيين، حرقوا عليه السوار. تنقول لك انا كلام رانا حرام بيومين، راه لاحق لنا الجن ولا عدم هيك، بس فينا نضحكوا، كنضحكوا عن فوق الخاطر. انا راك راني قاعد داروا الحديد والطوموبيلات وداروا الديور ومشاو لالمان ومشاو لهولندا ومشاو لطاليان، وانا انا باقي هنا في المغرب نتلاوط عمر المليون ما شفتو كي داير. بغيت نعرف انا مليون واش غليظ ولا رقيق، والله ما بغيت تجمع لي. كان الحاج 40,000 كانت مرض ليا المراه كتردني للتحضير، الله يخلف عليك. الله يحفظك امر ديال الوالدين. هاك الناس اللي بغاونا نتعشاو ونعشوا ولادنا. وكو خرجنا مقيد مع الله ومع العبد وما فينا تبليه. إذا كان كمل الله يعطيني مصيبة، إذا كان شرب الله يعطيني مصيبة، إذا كان فسد الله يعطيني مصيبة. هذه البليسات هذه اللي كنصور من عندكم، والله يتقدم له حل مرأة عندي أنا مريضة بعد. حق الله القسم فيها السكر. ومريضة، وعند الطنسيو، الكوستريول، كاع المرض تجمع فيها. حق الله القسم، واحد. ترجع الله يوقف عندك. ما نقطع الحيطة. والله الله الوليد، والله الله الصريحين. والله الله انا عاودت لكم على يتم ديالي وقصه حياتي. اللي غادي يعطينا واحد المية في هذا المغرب عن الوالدين، الله يجعل صدق عليك ورحمه على والديك. هذا المرضي عطانا 100، وهذا المرضي 100، وهذا المرضي 100، اللي جبد لنا واحد المية.